دكتور ماجد الباجي، وانتم معناتها فريمون معناتها لي بنومو اليرغولوج معناتها دايخ كنتوا في كونغري برا، ومعناتها الاطلاع بكل ما هو جديد اكيد لهنا فيما يخص هذه الحساسيه نتاع الجهاز التنفسي مع هذا التطور العلمي الضخم ومعناتها لي مويان ديكسبلوراسيون اي دو دياغنوستيك، ما قيناش حل في التهاب هذا المزمن للقصبات الهوائيه، فماش افاق خاطر نحكيو زاد كوميم ان تريتمون دو فون. كي تقولي ان تريتمون دو فون رانا مش نحكيو على شهر ولا شهرين، نحكيو على ادويه طويله المدى. المدى برشا يحكيو على الليمينوثيرابي، ومن بين ايام الربيع لو 9 لو 10 شنو هي هذه الليمينوثيرابي؟ فما معناتها لابور لهنا خاصه نحكي للمريض راه اون بروميي ليو هو الليمينوثيرابي الرجينيك. الليمينوثيرابي الرجينيك خاطر العباد يقولوا تلقيح مش تلقيح، هو شنو هو؟ نسنسو البدن نتاع الانسان اللي عنده حساسيه لحاجه معينه بك الحاجه هذيك باش ما عادش يعمل عليها رياكسيون، ما عادش يتقلق منها، يقبلها البدن يقبلها. باش نعطيو باش نعطيو تطعيم لل باريزامبل عنده حساسيه لزكريا، باش نعطيو معناتها اون كونتيتي صغيره بالكل من الاليرجين تاع لاكاريان باش تنس بدنه به باش ما عادش يعمل رياكسيون. وهو الحل الوحيد حاليا للعلاج اش قلت لي؟ جذري جذري نهائي بتاع الحاجه هذيك. اما الحاجه اللي نعرفوها اللي عندهم حساسيه يبداو برشا حساسيه لبرشا حاجات مرات. احنا نشوفوا كان فما حاجه معينه قويه ياسر تقلق فيه ياسر نجموا نعملوا ليمينوثيرابي اليرجينيك لها نعملوها. الحاجه الباهيه ياسر اللي الكنام وليت تاخذها اون شارج معناتها حاجه مهمه ياسر. احنا معناتها حكينا برشا ويعطيهم الصحه جماعه الكنام وزاره الشؤون الاجتماعيه هو ستا بروتوكول معناتها اذا كنت تقتدي به الدوله فانه باش تربح باش تربح هو دوش مانيير الون تيرم ثم معناتها ان ابور للكاس ناسيونال توا لحد الان تعمل لل وقت اللي تبدا عنده حساسيه وعنده الرب اون ميم تون يعطيه رومبورسمون، اما كي يبدا عنده حاجات اخرين ما يعطيش. اما ديجا حاجه مهمه ياسر على خاطر كي نعملوا التلقيح هذه الليمينوثيرابي مش تلقيح معناتها تلقيح هي قبل كانت زرارق يتعملوا توا ولاو حاجه تحت اللسان تحت اللسان قطره ولا حربوشه تحط تحت اللسان. اما الاشكاليه اللي لازم تعملها كل يوم المدة على الاقل 3 سنوات وغاليه. دونك علاش نشكروا الكنام والشؤون الاجتماعيه اللي خلاو المرضى نتاعنا التونسي ينجم يتمتع بالحكايه هذه، وهي حاجه مهمه على خاطر كي ياخو يعمل ليمينوثيرابي ويتحسن ينقص في الدويات الفشفشات احنا الدويات استنشاق نقولوا خاطر العباد فشفشها بخي هو استنشاق واحنا نفهموهم واحنا نفهموهم للمريض نقول له انا كي تمشي تبي بالعينين شو يعطيك؟ يعطيك قطره في عين خاطر العين تحته قدامه تمشي تبي بالجلده باش يعطيك بماذا؟ على خاطر الجلد تحته. واحنا عندنا الفرصه اللي عندنا الات توا يهبطوا الدوية طول ديريكت في لي برانش باش يعمل نحي الالتهاب هذاك. اكسلون دوت لي مانيير دونك لهنا نقولوا